اثنين، لم يبكي الشعب البريطاني في الحرب العالمية وبكى في عظة الأحد. احنا في ظاهرة الدعاة الجدد اللي اتكلم عنها ناس كتير جدا، الدعاة الجدد في العالم الإسلامي. إنما ظاهرة الدعاة الجدد في الأساس بدأت في العالم المسيحي ولا سيما في أمريكا. إنه داعية إنجيلي بروتستانتي شهير جدا، هو أشهر مبشر مسيحي على الإطلاق في القرن العشرين، اسمه بيلي جراهام. بيلي جراهام هو أول رجل دين يقف بقى لابس بدلة وكرافات وبشكل أنيق جدا، ويلقي خطاب كأنه جون كينيدي أو باراك أوباما بيلقي كلمة، مش الطريقة التقليدية ولا الملابس التقليدية لرجال الدين المسيحي. بيلي جراهام ولد 1918، يعني نهاية الحرب العالمية الأولى، وعاش قد إيه؟ 100 سنة بالضبط. توفي 2018، يعني ولد 18 توفي 18، من 1918 ل 2018. هو في سن 16 بدأ ياخد الطريق الديني، وبعدين تخرج من جامعة دينية، وهو في الجامعة رئيس الجامعة شافه بيخطب كويس جدا، قال له أنت بعد كده تبدأ تلقي خطب وعيظات. بدأ من كنيسة صغيرة في القرية، لكن بعد كده راح الإذاعة، وهو أول مبشر مسيحي يعتمد على التلفزيون، فبقى نجم من التلفزيون. وبعدين لما بقى نجم كبير والناس شافوا الشكل ده لأول مرة، واحد لابس ملابس عصرية وبدلة وكرافات وعمال بيتكلم في الدين وبيقرأ من الإنجيل، فأول مرة يشوفوا هذا المشهد النيولوك الجديد ده يشوفوه في العالم. بدأ يدي محاضرات في أماكن كتيرة، ولا سيما أو بدأ في لندن. المحاضرات دي حضرها قد إيه؟ يعني هو ألقى عظات قدام ناس كتير جدا، لأنه قعد يخطب لغاية سن 86 سنة قدام 210 مليون إنسان، فعمل كم هائل من العظات والمحاضرات اللي هي في جماهير كتيرة جدا. وكان مؤثر بشكل كبير، لما توفي بي بي سي قالت إنه رحل أكبر مبشر في القرن العشرين. إنما هو خاد هذه الشهرة من إيه؟ نمرة واحد، الموهبة، إن موهبة خارقة في الحديث والخطابة وجذب الناس. الأمر الثاني، الشكل الجديد اللي هو عمله فلفت الانتباه، هل معقولة ده شكل رجل دين؟ الأمر الثالث، استخدم وسائل الإعلام الجديدة اللي وقتها كان التلفزيون أهم وسيلة إعلام جديدة، فبقى نجم تلفزيون. نمرة أربعة، ودي نقطة مهمة جدا أهم من كل اللي فات، أو هي اللي خلت إن هو نجم تلفزيون، إن هو كان معادي للشيوعية. فعداء بيلي جراهام للشيوعية خلى الدولة ومؤسسات وشركات كتيرة جدا تدعم بيلي جراهام، لأنه بيدافع عن أمريكا ورؤية أمريكا في مواجهة الشيوعية. يعني دي كلمة السر، ساب هذه الشهرة الضخمة جدا، هو عداء بيلي جراهام للشيوعية وعداء أمريكا للشيوعية، فتم الاعتماد على بيلي جراهام في المعركة الدينية أو الفكرية مع الشيوعية. نمرة خمسة، بيلي جراهام كان صديق كل الرؤساء الأمريكان من أول ترومان لغاية ترامب، وكان مستشار روحي لحوالي 10 رؤساء أمريكان. بدأ مع هاري ترومان، لكن الاثنين يعني، أو هاري ترومان هو اللي زعل منه بعد كده، لأنه طلع وقال أنا اتكلمت مع الرئيس الأمريكي هاري ترومان لما قابلته عن موضوع الشيوعية في فيتنام، وقلت له لازم نروح، عفوا، عن الشيوعية في كوريا الشمالية، وقلت له لازم نروح نحارب في كوريا الشمالية الشيوعية. طبعا المفروض لما يقعد مع الرئيس ما يطلعش يقول قلت له، فالرئيس ترومان زعل منه ما قابلوش بعد كده، وقال ده هو راجل ما يهموش إلا إنه يطلع في الصحف، وده نموذج أنا لا أحبه. بعد الرئيس ترومان بقى قريب من كل رؤساء أمريكا، من أيزنهاور إلى نيكسون إلى ريغان إلى كلينتون، كل الرؤساء الأمريكان، وصولا إلى ترامب، لأن ترامب نعاه وقال إنه يعني رجل عظيم واستثنائي وغير مسبوق. يعني من أول ترومان لغاية ترامب كان على علاقة بالرؤساء، لكن بعد ترومان أصبح مستشار روحي للرئيس الأمريكي. هو ونيكسون كانوا قريبين جدا، لدرجة إن الرئيس نيكسون دعاه
إنه يقوم بالصلاة قدام مبنى فيدرالي حكومي أمريكي، وكان قريب منه جدا. إنما كمان لما هو بعد كده خد شهرة كبيرة جدا، طلعت تسريبات إنه كان بيتكلم مع نيكسون وقال أنا بؤيد رأي الرئيس نيكسون إن اليهود يسيطرون على وسائل الإعلام في أمريكا. وبعدين طلع تسريب تاني إنه كان بيلقي خطبة، وشريط الخطبة ده طلع إنه وصف الكنيس اليهودي أو المعبد اليهودي إنه معبد الشيطان أو كنيس الشيطان. فشنوا حملة كبيرة عليه إنه معادي للسامية، واعتذر رجاله بعد كده، إلا إنه ظل متهم بالعداء للسامية. بيلي جراهام كان وقت الشهرة لما كان بقى في التلفزيون وبيطلع في كل مكان، كان عنده مكانة كبيرة جدا في العالم ومكانة كبيرة جدا عند الرؤساء. الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا كانت معجبة بيه، ودعته إنه هو يلقي عظة الأحد في الكنيسة اللي الملكة بتروحها في لندن، وراح فعلا وأعجبت جدا. مسلسل ذا كراون يعني جاب المشاهد دي بشكل تفصيلي، إن الملكة أصرت إن هو اللي يجي يلقي العظة، وكانت معجبة ومتأثرة بيه بشكل كبير. لكن الملكة والدة الملكة إليزابيث اللي كانت حاضرة هذه الخطبة أو هذه العظة، قالت إن هو صغير في السن، ما عندوش خبرة، بيصرخ كتير، وأي حد بيصرخ يبقى حد متعصب، ولم تعجب بيه. وبعدين قالت جملة يعني مثيرة جدا، قالت إن الشعب البريطاني لم يبكي في الحرب العالمية الثانية، لكنه بكى كالأطفال لخطبة بيلي جراهام. كمان كان موجود رئيس الوزراء ماكميلان. ماكميلان قال إن جراهام في الخطبة بتاعته أعلن حملة صليبية، كأنه بيتكلم إلى وثنيين مش إلى مسيحيين موجودين. في كل الأحوال كان قريب من الملكة إليزابيث، قريب من 10 رؤساء أمريكان، كان مؤثر بشكل كبير جدا في الدين وفي السياسة وفي الإيديولوجيا ومكافحة الشيوعية في القرن العشرين. عاش 100 سنة، اتكلم قدام 210 مليون، كان أول نيولوك لرجل دين على الإطلاق في التاريخ، وبقى بعد كده نموذج للدعاة الجدد في المسيحية ثم الدعاة الجدد في أديان أخرى حول العالم. إذن حسب قول والدة ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث، فإن الشعب البريطاني لم يبكي في الحرب العالمية الثانية، ولكنه بكى حين استمع إلى خطبة بيلي جراهام. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.